بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ها نحن نلتقي في هذا الفيديو الأول للوحدة الخامسة، المقاربة الكمية لتحول كيميائي، في هذا الجزء الأول لدرس الجملة الكيميائية وتطورها خلال تحول كيميائي. الجملة الكيميائية، ما هي الجملة الكيميائية؟ ماذا نقصد بكلمة الجملة الكيميائية؟ هي مزيج من أنواع كيميائية في حالة تطور. هي مزيج من أنواع كيميائية في حالة تطور، حيث يتم وصفها في السلم العياني بالإشارة إلى ماذا؟ بالإشارة أولا إلى طبيعة وكميات مختلف الأنواع الكيميائية الموجودة، أي نقدر نقول كمية المادة لكل نوع، كمية المادة لكل نوع، كمية المادة لكل نوع. ثانيا يتم كذلك وصفها في السلم العياني بالإشارة إلى حالاتها الفيزيائية، حالاتها الفيزيائية، حالاتها الفيزيائية. عندنا الحالات الفيزيائية، لدينا الصلب، صلب تكون في حالته الصلبة، سائل، سائل، عندنا غاز، غاز، وعندنا محلول مائي، محلول مائي. الصلب نرمز له بأس، والسائل بأل ليكيد، والغاز جي، والمحلول المائي أكيزيو، أكي. عندنا كذلك ثالثا يتم وصفها في السلم العياني بالإشارة كذلك إلى درجة الحرارة، درجة الحرارة، كذلك الضغط، الضغط، حيث درجة الحرارة نرمز لها بتي إذا كانت بالكلفين أو بثيتا إذا كانت بالدرجة المئوية، والضغط نرمز له ببي لا بريسيون، temperature et pression، خاصة في حالة تحول ينتج عنه غاز. كذلك عندنا رابعا لون المتفاعلات، لون المتفاعلات، متفاعلات. نشوف مثال، مثلا عندنا محلول كبريتات النحاس، محلول كبريتات النحاس اللي ننظر ب Cu، أي فيه شاردة النحاس زائد شاردة الكبريت، كبريتات CSO2 moins SO4 2 moins. هذا محلول لونه أزرق، محلول أزرق، أزرق، هذه الزرقية هذه تدل على وجود شوارد النحاس اللي هي اللي زرق. إذن هذا المحلول هو جملة كيميائية، هو جملة كيميائية، كيميائية تحتوي على ماذا؟ تحتوي، تحتوي على شوارد النحاس، تحتوي على شوارد النحاس Cu2+ اللي هي محلول ننظره أكي، أكيرو، وماذا؟ وشوارد الكبريت، وشوارد الكبريت SO4 دموا كذلك، هيا ننظره أكيرو، وكذلك وجزيئات
جزيئات الماء اللي هو H2O. H2O نرمزو له ب L ليكيد. نلاحظ نعاود، هذا المحلول كبريتات النحاس Cu2+SO4-. هو محلول لونه أزرق، هذا الزرقية هذا اللون الأزرق يعود إلى وجود شوارد النحاس في المحلول. هذا المحلول هو جملة كيميائية تحتوي على هذه اللي أمامنا، هي جملة كيميائية تحتوي على ماذا؟ تحتوي على شوارد النحاس Cu، ها شوارد النحاس، ولأنه محلول نديرو أكولو نرمزو له أكولو، كذلك شوارد SO4- أكولو، وجزيئات الماء H2O L ليكيد. حيث هذا لونه أزرق، SO4- عديمة اللون، عديمة اللون، والـ H2O كذلك عديمة اللون. إذن الزرقية تعود إلا لهذا الجزيئات CuSO4. نشوفوا محلول ثاني، أو عفوا مثال ثاني. مثال ثاني عندنا مثلا محلول كبريتات النحاس ومعدن التوتياء، محلول كبريتات النحاس ومعدن التوتياء، التوتياء هي الزنك. إذن هذا المحلول كبريتات النحاس ومعدن التوتياء هو جملة كيميائية تحتوي على ماذا؟ أي هو جملة كيميائية، كيميائية تحتوي على ماذا؟ أي شكون يقول لي فيكم؟ تحتوي على محلول كبريتات النحاس، تحتوي على محلول كبريتات النحاس اللي هو Cu2+SO4-. ومعدن التوتياء، ومعدن التوتياء الزنك Zn، هذه نرمز لها بأكولو هكذا، هذا نرمز له بأس لأنه صلب، وكذلك جزيئات الماء، جزيئات الأشدوز. هاي تطور جملة كيميائية، يحدث تحول كيميائي في جملة كيميائية ما إذا حدث تغير في حالة هذه الجملة، مثلا كاختفاء يعني كاختفاء أنواع كيميائية كانت موجودة عندنا في البداية، وظهور أنواع كيميائية جديدة في نهاية التحول. نبدأ بهذا النشاط حتى نفهم أكثر. ندخل سلك من النحاس أو خراطة النحاس في محلول لنيترات الفضة، نيترات الفضة هو محلول شفاف. عندنا وصف الحالة الابتدائية للجملة، وصف الحالة الابتدائية للجملة، للجملة وبيان سموها بالفرنسي ليطا إنيسيال، ليطا إنيسيال، حيث نرمز لها ب او اي، نرمز لها ب او اي هكذا، او اي إنيسيال، منين داك إنيسيال نرمز لها هكذا. إذن نبدأ بوصف الحالة الابتدائية للجملة، أي عندنا ثلاث حالات، عندنا الحالة الابتدائية للجملة
الحالة الجملة أثناء التحول اللي في الوسط والحالة النهائية للجملة. إذن نبدأ بالحالة الابتدائية للجملة. عند بداية التحول الكيميائي يكون لون المحلول شفاف في وسط مائي به معدن النحاس الصلب. يعني كي حكمنا معدن النحاس هذا السلك تاع النحاس ولا هذا الخلاط النحاس اي بودرة تاع النحاس ودرناها في نيترات الفضة، نيترات الفضة محلول شفاف. اذا في بداية التحول الكيميائي كي حطينا هذا النحاس الصلب، هذا النحاس يعني هذا النحاس الصلب حطيناه في بداية التحول اللي هو CuS نحاس صلب، صح حطيناه كان لون المحلول شفاف، كان عندنا النحاس الصلب الصلب. واش كان عندنا ثاني؟ كان عندنا جزيئات الماء، جزيئات الماء دي اش دوزو ال. كان عندنا شوارد النيترات لانه عندنا محلول نيترات الفضة، محلول نيترات الفضة اللي عندنا شوارد يتكون من شوارد النيترات وشوارد الفضة، شوارد النيترات اللي هي NO 3 مو اي محلول اكي، ها وشوارد الفضة وشوارد الفضة اللي هي اجي بلس هي اكي محلول. اذا نعود في بداية، يعني عند بداية التحول الكيميائي اللون الشفاف يكون لون عفوا المحلول يكون شفاف، يعني راهو عندي وسط مائي. واش كاين فيه؟ كاين فيه معدن النحاس الصلب Cu، جزيئات الماء H2O، شوارد النيترات NO3، شوارد الفضة Ag+. هذه في البداية. الآن ننتقل إلى ما؟ إلى وصف حالة الجملة أثناء التحول، يعني في الوسط. وصف حالة الجملة، عفوا الجملة أثناء التحول. واش يصير؟ يعني بدأت الحالة يعني بعد أيام، ها؟ يعني واش يصير؟ لاحظوا أنه بعد مدة زمنية يظهر نوع كيميائي جديد براق. يظهر عندي نوع، أي بعد دائما بعد مدة، عفوا بعد مدة زمنية، بعد مدة زمنية وش يظهر عندي؟ يظهر قلنا نوع كيميائي جديد براق اللي هو آجي S. أي ما هذا في يتمثل في ماذا؟ في معدن الفضة، معدن الفضة. يظهر هذا النوع الكيميائي الجديد، هذا نوع كيميائي جديد ظهر. وين يظهر؟ يظهر على سلك النحاس، يظهر على سلك النحاس. لكن نبدأ نلاحظ حاجة، شيء آخر كذلك. نلاحظ باللي المحلول بدا يتلون باللون الازرق، لان في الحاله الابتدائيه كان شفاف، ومن بعد هنا ظهر لي معدن جديد اللي هو هذا الفضه، معدن الفضه، وبدا المحلول يتلون بلون جديد ثاني الازرق، باللون الازرق. هذا اللون الازرق اللي ظهر في المحلول بسبب ماذا؟ شكون يجاوبني؟ بسبب ظهور شوارد النحاس، بسبب ظهور شوارد النحاس اللي هي Cu دو بلوس
أرتيزيو. لاحظ ما كانتش موجودة في الحالة الابتدائية شوارد النحاس، كان عندي معدن النحاس وكان عندي شاردة الفضة. هنا بدأت تظهر، ظهر لي معدن جديد اللي هو معدن الفضة، وبدأ يظهر لون جديد لون أزرق، بدأ المحلول يتلون باللون الأزرق. هذا سببه ظهور شوارد النحاس. شوارد النحاس هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الجملة في حالة تطور. هذا يدل على أن الجملة في حالة تطور. ننتقل الآن إلى وصف الحالة النهائية للجملة لطا في ناض. وصف الحالة النهائية للجملة، هيا نكتب هنا وصف الحالة النهائية للجملة أي لطا في نال. في نال، في نال سونزو، لأن نقول أنيطا كون في ميناء في نال أفيك أو، هنا سونزو صح. إذن هنا وصف الحالة النهائية وش نقصد بها؟ يعني نهاية التحول الكيميائي، خلاص انتهى. إذن عند نهاية هذا التحول نحصل على ماذا؟ نكتب عند نهاية التحول نحصل على ماذا؟ على هذه في نهاية التحول على شوارد النحاس سي دو بلس محلول، نحصل على جزيئات الماء اش دو زو ليكيد، نحصل على شوارد ان او 3 موا، ونحصل على معدن الفضة. ها هو تحصلت في نهاية التحول. هذه ماذا؟ هذه اللي كتبتها بالأسود، ما هي؟ هذه نواتج التحول الكيميائي. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هناك اختلاف بين الحالة الابتدائية والحالة النهائية. إذن ماذا نقول؟ نقول أن الجملة تطورت، أي الجملة الكيميائية تطورت مع مرور الزمن، أي حدث لها التحول الكيميائي. الجملة الكيميائية الجملة الكيميائية تطورت مع مرور الزمن، أي حدث لها ماذا؟ حدث لها التحول الكيميائي. التحول الكيميائي. نأتي الآن نلخص ما قلناه في هذا الجدول. لاحظ الحالة الابتدائية أي تمبيراتور إنيسيال بريسيون إنيسيال أي الحرارة البدائية ابتدائية والضغط ابتدائي، ومن بعد هنا عندنا الحالة النهائية تمبيراتور فينال بريسيون فينال أي الحرارة نهائية والضغط نهائي. في الحالة الابتدائية عندنا أنواع كيميائية ابتدائية، بعد التحول الكيميائي راح تكون عندنا أنواع كيميائية جديدة وبعضها متبقية. إذن في الحالة الابتدائية
واش كان عندي؟ كان عندي الماء، الماء أي H2O ليكيد سائل. كانت عندي شوارد الفضة، شوارد الفضة هذه في البداية اللي هي أجي بلس محلول. كان عندي شوارد النيترات، شوارد النيترات اللي هي NO 3 موان محلول. وكان عندي معدن النحاس، معدن النحاس اللي هو CU، ها CU، إذا صل، هذا CU صل. كان عندي ها S. وكان عندي لون المحلول كيفاش كان في البداية، كان شفاف، لون المحلول شفاف. بعد التحول الكيميائي وصى ظهرت عندي شوارد النحاس الثنائي، ظهرت عندي ماذا؟ شوارد النحاس الثنائي اللي هو Cu دو بلس. إذا كنقول شوارد يعني راهو في المحلول، محلول. ظهر عندي معدن جديد قلت براق اللي هو معدن الفضة، معدن الفضة اللي هو أجي وصلب، معدن صلب. ظهر بقى الماء، بقى ماذا؟ الماء على حاله، الماء اش دو زو هو الليكيد سائل. إذن بقات عندي بعض شوارد الفضة المتبقية، لأن الفضة ماشي كامل يعني بقى منها واحد شوية، يعني بقات عندي شوية شوارد فضة متبقية. كاين حالات وين تتفاعل المعدن يتفاعل كامل كما هنا النحاس كامل، وكاين حالات وين يبقى منه، هذا ما سنراه في التمارين مستقبلا ان شاء الله. ها هو محلول، بقى في المحلول كما هو. ظهرت عندي كذلك شوارد النيترات كما كانت، بقات عفوا كما كانت، كما بقات شوارد النيترات ان او 3 هي كذلك محلول. ظهر عندي او بقى عندي معدن النحاس، ها معدن نحاس بقى، معدن النحاس. لماذا؟ لان معدن هذا تاع الفضة تراكم على السلك تاع النحاس، تراكم على السلك تاع النحاس. اذا بقي عندي النحاس كمعدن صلب. يبقى لي لون المحلول في الاخير كيفاش ولا؟ لون نكتبها هنا تحت، هي الداخل في الجدول انا نكتبها لها. لون المحلول كيفاش كان؟ ازرق، ازرق في الاخير. نكمل الفيديو بهذا التطبيق. نزن كمية من صوف الحديد كتلتها ام لاماس تساوي 11.2 غرام، حيث درجة الحرارة أي ظروف عادية 20 درجة مئوية، والضغط P هذه ثيتا تساوي 20 درجة مئوية، و P لا بريسيون تساوي 1.013 في 10^5 باسكال. ثم نضعها في حجم V يساوي 50 مليلتر من محلول كبريتات النحاس الثاني، حيث تركيزه المولي C يساوي 0.1 مول على اللتر. المطلوب وصف الحالة الابتدائية للجملة، حساب كمية الحديد وكمية شوارد النحاس، وصف تطور التحول بعد مدة من الزمن، وصف الحالة النهائية مع التعليق. إذن نبدأ بوصف الحالة الابتدائية
الجملة. الحالة الابتدائية للجملة. إذن ماذا نلاحظ؟ أي عند بداية التحول يكون لون المحلول أزرق. لماذا؟ لأن وضعناها في حجم 50 مليلتر من محلول كبريتات النحاس، ومحلول كبريتات النحاس قلنا بلي محلول أزرق. إذن عند بداية التحول يكون لون المحلول أزرق، أي لون المحلول أزرق. يوجد به ماذا؟ شوارد النحاس، شوارد النحاس Cu de plus محلول. يوجد به معدن الحديد الصلب، وكذلك عفوا شوارد النحاس وشوارد الكبريت، شوارد الكبريت SO4 دو موان. عندنا معدن الحديد الصلب FE S، معدن الحديد الصلب، وجزيئات الماء H2O L. يعني عند بداية التحول في البداية ولا يكون لون المحلول أزرق، شوارد النحاس يعني يكون موجودة فيه شوارد النحاس Cu de plus SO4 de moins، عفوا هنا لازم محلول معدن الحديد الصلب وجزيئات الماء. إذن نقدر نعطي في هذا الجدول الحالة الابتدائية وصف نوعي ووصف كمي. بالنسبة للوصف النوعي عندي الحديد الصلب، الحديد الصلب اللي هو F E S صلب، حيث هذا الحديد الصلب أعطونا أي M تساوي 11.2 غرام. عندنا محلول كبريتات النحاس الثاني، محلول كبريتات النحاس الثاني اللي هو Cu de plus plus SO4 de moins، حيث عطاونا V الحجم اللي حطينا فيه المحلول هذا هو 50 ميلي لتر، 50 ميلي لتر من محلول كبريتات النحاس الثاني. وعندنا تركيز المولي تاعو سي يساوي 0.1 مول على اللتر، حيث هذا نسميه تركيزه المولي، تركيزه المولي. هذه كل هذا في البداية. درجة الحرارة هي دائما ثيتا تساوي 20 درجة مئوية. هنا في هنا كيف كيف لا بريسيون الضغط يساوي 1.013 في 10^5 باسكال، ودرجة الحرارة دائما في الوصف الكمي تساوي 20 درجة مئوية. هذه في الحالة الابتدائية للجملة. في السؤال الثاني طلبوا منا حساب كمية الحديد وكمية شوارد النحاس. إذن لدينا عدد مولات الحديد، مولات الحديد نحسبها. إذن عندي كمية المادة للحديد NFE
واش تساوي؟ تساوي ام على ام، كتلة المولية، كتلة الحديد على كتلة المولية للحديد، أي تساوي 11.2 على 56 هي كتلة المولية للحديد، ومنه سنجد 0.2 مول، 0.2 مول. كذلك توجد في 1 لتر من محلول كبريتات النحاس 0.1 مول من شوارد النحاس، ها في 1 يعني سي تساوي 0.1 على اللتر، يعني في 1 لتر، هذا نقصد به انه توجد في 1 لتر من محلول كبريتات النحاس ها 0.1 مول من شوارد النحاس. اذا توجد في 1 لتر من محلول كبريتات النحاس، لأنه عطاونا تركيزه المولي سي يساوي 0.1 مول على اللتر، أي 0.1 مول ماذا؟ من شوارد النحاس، من سي اي دو، من شوارد النحاس. اذا شحال يوجد في 50 مليلتر؟ اذا السؤال اللي مطروح لانه في النص عطاونا شحال 50 مليلتر، ها 50 مليلتر شحال يوجد؟ اذا في، اذا يوجد في 50 مليلتر، ها مليلتر، هذا الخمسين مليلتر نحولها إلى اللتر، ما نخليهاش هكذا، نحولها إلى اللتر، أي 0.05 لتر، ها 0.05 لتر. ماذا توجد؟ أن سي إي تساوي سي في. عاود ارجع، اذا نسيت هذا عاود ارجع للدرس. تساوي ماذا؟ تساوي سي اللي هي 0.1 في 0.05، ومنه تساوي 5 في 10 قوة ناقص 3 مول، 5 في 10 قوة ناقص 3 مول، لانه الليتر على الليتر، لانه التركيز المولي، لاحظ هذه المول على الليتر، لاحظ كيف حتى نصيبه بالمول، اي المول على الليتر، مول عفوا، المول على الليتر مضروب في الليتر، علاه نحولوها للليتر؟ ما نقدرش هنا مليليتر وهنا الليتر، الليتر يروح مع الليتر، باش تخرج لي النتيجه تخرج بالمول. ها هي المول، نتيجة بالمول. إذا صد عدد مولات الحديد، ها عدد، قال لي حساب كمية الحديد وكمية شوارد النحاس. إذا أنا وجدت عدد مولات الحديد 0.2 مول، كيقول لي عدد مولات نقصد به كمية المادة، كمية حساب كمية المادة ان، وصبت عدد او وجدت عدد مولات شوارد النحاس 5 في 10 قوة ناقص 3 مول. والسؤال الذي طرح علي ما بعد، وصف المطلوب مني وصف تطور التحول بعد مدة من الزمن، ها وصف تطور التحول بعد ماذا؟ بعد مدة من الزمن، أي وصف كما شفنا سابقا في الدرس، وصف حالة الجملة أثناء التحول، أثناء التحول. إذن الآن شوف تطور التحول، تطور التحول. إذن
خلال التحول الكيميائي للجملة وش يصير؟ يختفي اللون الأزرق تدريجيا. نلاحظ اختفاء اللون الأزرق تدريجيا. قلنا هذا اللون الأزرق يعود إلى شوارد النحاس، إلى شوارد النحاس. نخرج شوية عن تطور التحول حتى نوضح لكم أمر مليح، يعني على أي نطرح واحد السؤال نقول لك ما هي الشاردة التي أعطت اللون الأزرق، لأننا كل مرة نقول لك السبب في اللون الأزرق شاردة النحاس وهكذا. إذن يمكنني طرح سؤال، يعني نخرج عن تطور التحول ونعود نرجع له. قلنا باللي يختفي اللون الأزرق، المشكلة تاعي هو هذا اللون الأزرق هذا كيفاش الأربعة كاين لي ما فهموش. إذن يمكنني طرح سؤال، ما هي الشاردة التي أعطت اللون الأزرق؟ ما هي الشاردة التي أعطت اللون الأزرق؟ إذن بالطبع راح تقول لي شاردة النحاس، شاردة النحاس اللي هي كما نعرفها Cu2+، صح؟ إذن كما نعرف أن محلول كبريتات النحاس لونه أزرق، لماذا؟ لأنه يحتوي على شاردة النحاس Cu2+. أنا أقول لك يمكننا تحقق من هذا بأخذ أنبوب اختبار، كما تلاحظ نأخذ أنبوب اختبار نضع فيه كمية من محلول كبريتات النحاس، هو أزرق محلول كبريتات النحاس، ثم نضيف لها ماذا؟ محلول الصود Na++ + OH-، نسموه الان اواش محلول ان اواش او ان ا+ او اش موا، اللي هو المحلول يسموه محلول الصود، محلول الصود، صح؟ ماذا نلاحظ هنا؟ يعني بعد مدة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ تشكل، لاحظ تشكل راسب ازرق نيلي، راسب ازرق نيلي، ها هو في راسب أزرق نيلي، صيغة تاعو CuOH2، CuOH2، ما هو هذا؟ هيدروكسيد النحاس، هيدروكسيد النحاس. هكذا يمكننا التحقق من وجود أو لماذا أو الإجابة على السؤال ما هي الشاردة التي أعطت اللون الأزرق؟ إذن يمكنني تلخيص ما قلته الآن هنا، يعني هنا بعد مدة، يعني هنا صار تحول كيميائي، تحول كيميائي، ها؟ إذن الحالة الابتدائية وش كان عندي؟ كان عندي جزيء الماء H2O سائل، شاردة أنا صوديوم، شاردة الـ OH هيدروكسي، شاردة كبريت SOK2 Cu2+ نحاس، شاردة النحاس، الحرارة الابتدائية والضغط الابتدائي أي تمبيراتور إنيسيال بريسيون إنيسيال بعد التحول الكيميائي اللي أنا وصر عندي، قاعد ما عندي H2O شاردة صوديوم، الراسب اللي قاعد عندي الأزرق النيلي هو CuOH اللي هو 2 اللي هو راسب، قاعد عندي شاردة النحاس ما تفعلتش كامل مع الـ OH قعدت في الماء، قعدت عندي شاردة الكبريت، وفي الأخير الحرارة النهائية
الضغط النهائي لا تمبيراتير فينال اي لا بريسيون فينال. نعود الان الى التطبيق تاعي، هذا كامل خرجنا على الموضوع، جاوبنا على السؤال الذي طرح عليا ما هي الشريدة التي اعطت اللون الازرق. دخلنا ثاني، دخلنا كي شغل تطبيق في تطبيق، نعاود نولوا التطبيق تاعنا. اذا واش قلنا؟ يعني بعد مدة زمنية بدا اللون الازرق يختفي تدريجيا، ومن بعد بدا يظهر واحد الراسب احمر قرميدي على الحديد، بدا يظهر واحد الراسب احمر، اي ظهور ظهور راسب احمر قرميدي على الحديد. هذه تظهر على الحديد. إذن واش صرا له؟ هنا بدات تتحول شوارد النحاس سي اي دو بلس الى معدن النحاس. بدات تحول سي اي دو بلس الى يعني اكي محلول اكي اكي مع سي اي اس الى معدن النحاس. بينما وسايس راه كي بدا يتحول هذا الشوارد، بينما بدات تتاكل او يتاكل صوف الحديد، بدا يتحول معدن الحديد الى شوارد الحديد، تحول معدن هذا تحول من شوارد الى معدن، هذا العكس تاعو يتحول من معدن اف اس الى شوارد اف او حديد ثنائي، سموه شوارد الحديد الثنائي لان كاين اف او 3 بلس. ها اذا وصر بعد مده زمنيه، يعني صراتها بدا يتطور التحول، يعني بين الحاله الابتدائيه والحاله النهائيه للجمله كاين الوسط، بدات تظهر علامات التطور او التحول الكيميائي. اولا قلنا اختفى اللون الازرق، بدا يختفي تدريجيا، بدا يظهر عندي واحد الراسب اللون تاعو احمر قرميدي على الحديد، بدا ينحط على الحديد يترسب عليه، ومن بعد بدات تتحول شوارد النحاس الثنائي الى معدن النحاس، ومن بعد بدا يتحول معدن النحاس الى شوارد الحديد الثنائي. صح، هنا رانا جاوبنا على السؤال الثالث. السؤال الرابع مطلوب منا وصف الحاله النهائيه مع التعليل، وصف الحاله النهائيه للجمع. الان اتينا الى نهاية التفاعل، هنا راح يكون لون المحلول شفاف، لون المحلول شفاف، ويحتوي على ماذا؟ على شوارد الحديد اف او دو بلس. اذا حيث توجد في واحد لتر من محلول كبريتات الحديد، توجد في واحد لتر من محلول كبريتات الحديد 0.1 مول من شوارد الحديد الثنائي. إذن في 50 مليلتر، أي قلنا 0.05 لتر، حولوها إلى اللتر، من هذا نفس المحلول توجد ماذا؟ توجد أي كمية المادة للحديد NFE
يعني شحال من مولات اف او دو بلس عفوا شحال هكا تساوي سي في في سي في في اي 0.1 في 0.05 اي تساوي 0.1 في 0.05 ومنه سنجد 5 في 10 قوة 3 مول. إذا ماذا نقول؟ ماذا نلاحظ في كل ما قلنا؟ نلاحظ أنه مع مرور الزمن أنواع كيميائية غائبة في الحالة الابتدائية، ما كانتش موجودة في الحالة الابتدائية وحاضرة في الحالة النهائية، ومن بعد أصبحت موجودة في الحالة النهائية. ها؟ يعني مثلا في أنواع كيميائية حاضر في الحالة النهائية وغائبة في الحالة النهائية. كان عندنا شريدة النحاس الصلب، أصبح عندي النحاس الصلب، معدن النحاس، ها، وشريدة الحديد الثنائية. كذلك نوع كيميائي حاضر في الحالة الابتدائية وغائب في الحالة النهائية اللي هو Cu دو بلس شريدة النحاس، حاضرة في الحالة الابتدائية لكن غائبة في الحالة النهائية. نوع كيميائي حاضر في الحالة الابتدائية واختفى جزئيا في الحالة النهائية اللي هو Fe S هو الحديد الصلب. إذن ماذا نقول؟ أن الجملة الكيميائية حدث لها تحول كيميائي، حدث لها ماذا؟ تحول كيميائي. إذن نأتي نلخص ما قلناه في جدول. في الحالة النهائية وش في الحالة الابتدائية وش كان عندي؟ كان عندي Fe أي الحديد الصلب، Fe صلب الحديد الصلب. وكان عندي Cu أي محلول كبريتات النحاس Cu دو بلس بلس SO4 دو موا، محلول كبريتات النحاس الثاني، محلول ثنائي كبريتات النحاس الثنائي، درجة الحرارة 20 درجة مئوية. في الحالة النهائية بعد التحول الكيميائي بقى عندي الحديد، مازال كاين، ما تفاعلش كامل، مازال عندي الحديد الصلب. جات عندي أي ظهر عندي معدن جديد اللي هو Cu أي النحاس الصلب، ها، وظهر عندي محلول كبريتات جديد اللي هو Fe دو بلس بلس SO4 دو موا، يعني ظهروا عندي شوارد جدد تاع الحديد الثنائي أي محلول كبريتات الحديد الثنائي. درجة الحرارة دائما الحالة النهائية 20 درجة مئوية. إذا نتيجة ما قلناه نكتب نتيجة ما قلناه، نتيجة خلال تحول كيمياء، خلال تحول كيميائي هناك مركبات كيميائية تختفي كليا أو جزئيا ندعوها المتفاعلات، وهناك مركبات كيميائية جديدة تظهر ندعوها النواتج. إذن يمكننا أن نعطي تعريف للتحول الكيميائي
التحول الكيميائي هو ماذا؟ هو انتقال الجملة الكيميائية من حالتها الابتدائية إلى حالتها النهائية. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في الجزء الثاني لهذا الفيديو، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.